عقد كل من المجلس الأعلى للمرأة ومعهد دراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن طاولة نقاش جرى خلالها استعراض التقدم الذي تحرزه مملكة البحرين في مختلف مجالات دعم المرأة وتعزيز حضورها في المجالات عامة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل خاص، وذلك بحضور صناع قرار وشخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية أمريكية بارزة. إنجازات المرأة في البحرين على صعيد تحقيق تنمية الأهداف المستدامة عنوان موجز لحوار مطول على طاولة نقاش نظمها المجلس الأعلى للمرأة بمعهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن بحضور شخصيات سياسية واقتصادية بارزة في المجتمع الأمريكي. وحرص وفد المجلس الأعلى برئاسة السيدة هالة الأنصاري على تقديم إجابات وافية ومفصلة عن وضع المرأة في البحرين، وهو ما ساهم بشكل ناجح في نقل صورة حضارية ومشرفة عن مكانة المرأة في البحرين. أنا كشخص تابع يعني شؤون الدول العربية والشرق الأوسط، فعلا يتبين أن البحرين سباقة جدا في تمكين المرأة وإيصال المرأة وهي تصل بقواها الذاتية إلى سوق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، مناصب وزارية، مناصب إدارية، مناصب أيضا في عالم الأعمال والعلوم والطب، وهذا فعلا إنجاز مهم جدا للمجتمع البحريني. وأثنى الحضور على عدة نقاط أثيرت خلال النقاش، ومنها على سبيل المثال المساواة بين الجنسين في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. لا يوجد كثيرون هنا في واشنطن يعلمون عن وضع ومكانة المرأة في البحرين، لذلك فمناقشات اليوم فرصة متميزة للاطلاع على إقبال المرأة على المشاركة وتمثيلها في سوق العمل ومشاركتها في الحياة السياسية. كما أشاد المشاركون في النقاش بانعدام الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في المملكة، وكذلك المساواة بين المرأة والرجل في التعليم. المرأة البحرينية متميزة للغاية، لاحظت ذلك عندما كنت سفيرا في الفترة ما بين 2001 إلى 2004. أكثر من نصف أعداد المتفوقين من خريجي الجامعات كانوا سيدات. كنت أتابع حفلات التخرج بنفسي كل عام. الجانب الاقتصادي الذي تلعبه المرأة في البحرين كان حاضرا وبقوة على طاولة النقاش. الأمر لم يختلف كثيرا، فقد زرت المملكة مرات عدة والتقيت مستثمرات رائعات ونساء يشغلن مناصب قيادية في الحكومة، كما قابلت أشخاصا من خارج المملكة يتوقون إلى زيارة البحرين. وكان بين الحضور نماذج مضيئة للمرأة البحرينية أكدت على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لإلقاء الضوء على تمكين المرأة في المملكة. باعتباري مواطنة بحرينية أعمل لدى معهد الشرق الأوسط، فإنني أشعر بالفخر لأن وفدا من المجلس الأعلى للمرأة جاء هنا لمناقشة تمكين المرأة في البحرين، وهو ما يلقي الضوء على إنجازات المرأة من الناحية السياسية هنا في واشنطن. وفي نهاية النقاش أكد وفد المجلس الأعلى على أهمية بناء شراكات وطنية وعالمية لدعم الجهود الدولية في مجال تمكين المرأة. أسئلة كثيرة وجهها الحاضرون هنا في مركز الشرق الأوسط للدراسات بشأن وضع المرأة في البحرين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وسط إشادة واضحة بوضع المرأة وإسهاماتها في التنمية المستدامة والدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة في نقل هذه الصورة الحضرية النموذجية للمجتمع الأمريكي. تلفزيون البحرين، إسلام براجة، واشنطن.